بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة في بداية الأمر قبل أن ندخل في عالم الإقناع والتأثير لابد علينا أن نفهم بعض الكونسبتس، بعض المفاهيم، وهي حقيقة تعتبر الفرش الحقيقي الذي نؤسس عليه المقنع والمؤثر. هذه الأمور حقيقة هي: واحد، التحكم بالعقل. 2، كن إيجابيا. 3، كن مبادرا بالاهتمام ومستمعا فعالا. 4، كن ذو إدراكا إيجابيا. 5، يجب أن تفهم نية وسلوك الآخرين. 6، فهم الماضي والمستقبل والربط بينهما حقيقة بشكل حقيقي وبشكل فعال. إذن التحكم بالعقل، كن إيجابيا، كن مبادرا بالاهتمام ومستمعا فعالا، إدراكا إيجابيا، يجب أن نفهم نية وسلوك الآخرين، يجب أن نفهم الماضي والمستقبل. هذه الكونسبت هي مجموعة من المفاهيم التي تعتبر أساسا للشخص المقنع، الشخص الفعال، الشخص القادر أن يكون متحكما بالنظام من حوله. طبعا هنا نحن سنتكلم على النظام بمعنى السيتويشن، يعني الموقف. إذا كان يعمل بالمبيعات السيل، إذا كان يعمل بالإدارة فهو الإدارة، وإذا كان يعمل كأستاذ فهي مثلا المحاضرة أو التعامل مع الطلاب. فهذه المفاهيم الأساسية إن شاء الله إذا استطعنا أن نفهمها بشكل جيد سندرك بشكل حقيقي كيف تكون ماهية الإنسان الإيجابي، ماهية الإنسان الذي يستطيع أن يفهم أساسيات الإقناع بشكل فعال. إذن سندرسها بشكل تفصيلي إن شاء الله في الدروس الآتية. كل واحدة منهم ستأخذ منا درسا كاملا نشرحه بالتفصيل، فهو حقيقة هذه الدروس ستحتوي على الكثير من الأسرار. راح نحكي عن أسرار كثير إن شاء الله في هذا الموضوع، ستكون بمثابة المفاجأة لكثير من الناس، حيث أننا بشكل أو بآخر مغيبون عن هذه الأشياء لأننا ربما نعرفها بشكل لا واعي ولا نستطيع أن نتعامل معها بشكل واعي، لكن عندما ندركها ونفهمها تكون أفضل وتكون فعالة أحسن. الآن بعد ذلك سنتطرق بشكل مباشر لماهية الإقناع، مفاهيم الإقناع وإدراكات الإقناع وقوانين الإقناع، وأيضا سنتكلم عن التأثير بشكل جيد. لكن قبل أي شيء يجب أن نفهم هذه الأمور، لا نستطيع أن نكون مقنعين ولا مؤثرين من غير هذه الأمور. لذلك فهم هذه الأمور هو أهم شيء بالنسبة لنا.